الله اعلم السيده يعني خرجت بواحد الهستيريا في شكل باش خرجت السيده الظروف اللي عايشه فيها ماشي شي وحده اللي مطلوقه ولا شي وحده كتنسجم مع العيالات ولا هادي وكتهضر مع العيالات وكتخرج مع العيالات ما بغيتهاش تمشي للحبس وهذا الشيء اللي فيه دابا ما بغيتوش ليها لان مرت ولدي وبنتي ما يمكنش هاد المراه ما يمكنش مسكينه غادي تطلح ولادها لا تعقل مرات تطلح ولادها لا تعقل راه حنا بقات فينا ديك السيده كاين شي مشكل علاش لاحت ولادها الله اللي كيعلم بها الله اللي كيعلم بها ماشي حنا الله اللي كيعلم بها هضرت معاهم قال لي بلي راه ما جاش عاد شويه عيطوا لي قال لي راه لقينا الباب ميت الكل كيعرف ان المرأة هي نصف المجتمع وبلا بها الحياة كتكون صعبة في هذا الفيديو حاولنا ما امكن اننا نسلط الضوء على اسوأ النساء المغربيات واللي كان لهم تأثير كبير في النفسية ديال مجموعة من الاسر وخلقوا ضجة واسعة في المجتمع المغربي من هاد النساء زوجة وأرملة البرلماني عبد اللطيف مرداس اللي اتحدت مع عشيقها باش يقتل الزوج ديالها وأب ولادها بلا رحمة لا شفقة وذلك رميا بالرصاص أمام الفيلا ديالو اللي متواجدة بمنطقة كاليفورنيا واللي زاد من صدمة المشاهد هو أن الزوجة وفاء لبست عليه حق الله ودارت راسها حزنة عليها كيقول لك المثال قتل القتيل ومشي في جنازته المحكمة حكمت عليها بالمؤبد وعشيقها هشام المشتري خذا الإعدام الصديق ديالي كان خدام أنا بالليل جيت في الصباح هنايا قلت ليه بانوا لي الطوموبيلات وبانوا لي البوليس هنا وداك الشيء قلت له شنو اللي واقع قال لي ودي راه داك السيد البرنامالي اللي كاين هنايا راه جاو البارح شي ناس بالليل على شي داسيه كحله قال لي جاو ضربوه بالقرطاس ثلاثه القرطاسات قال لي اللي سمعت قال لي مع كنجري قال لي هما دازوا من هنا مريرين بالطوموبيل فهمتي دازوا قال لي بسرعه قال لي انا مشيت سمعت ولدو كيغوت وداكشي مشيت بان لي السيد قال لي متكي وجاج مخرج ديال الطوموبيل انا شفتو قبل شفتو مع ديك تقريبا 6 العشيه ديك 6 الروق تقريبا شفتو بان لي انا قدام الدار كيدير داكشي ديال الميناج هو واحد الدري هو راجع مارشاريان بغى يدخل الكراج ديالو مارشاريان يمكن نزل الضربه ماشي ضربوه من الطوموبيل يمكن نزل حتى حداه وضربوه سنة 2018 اهتزت مدينة فاس على وقع جريمة قتل بشعة من بعد ما قتلت خياطة عشيقها السابق بالسلاح الأبيض وطعنته على مستوى القلب مني عرفت أنه غادي يتزوج بوحدة أخرى ومني حاصرتها ساكنة حي المصلى قالت لهم راه طعني في قلبي وحتى أنا طعنته في قلبه أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس خياطة معروفة بلقب قاتلة عشيقها بعشرين سنة سجنا فاجئة مازال دابا مصدومين خير من شفنا ديك السيدة حنا ما كنعرفو عليه حتى شي حاجة زعما اللي سيئة وهذا جارنا وخونا يعني كنشوفوه كيدخل ويخرج هادشي اللي تصرف عليه ما نعرفها خايب الله أعلم السيدة يعني خرجت بواحد الهستيريا في شكل باش خرجت السيدة شنو أنا جيت لقيت الدري طايح وشدوها دخلوها للبيت باش ما يجيبش خوتو لأن لو كانوا لقاوها غيقتلوها في صيف سنة 2019 اهتز حي أسلة بجماعة أوروس إقليم ترودانت على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شخص أربعيني على يد الزوجة ديالو بمساعدة زوج أختها وأشخاص آخرين بحيث تم القتل والدفن ديالو وسط غرفة بالمنزل ولكن حيث الروح عزيزة عبد الله الجيران شموا رائحة كريهة في المنزل الشيء اللي خلاهم يعيطوا للشرطة الجيران كشفوا بواحد الريحة يعني مقتول شحال هادي ولكن جات كاع السلطات ما اكتشفوش ديك داروا البحث ولكن ما اكتشفوش ديك الجثه حتى الناس ديال سميتو ديك الجيران قهرتهم ديك الريحه ديك الساعه على ديك الساعه اكتشفوا بني ان كاينه شي حاجه لداخل ديال ديك الدار وفي جريمة مشابهة وفي أواخر سنة 2019 قامت سيدة بقتل زوجها بمنطقة ضواحي أسفي بعدما طلبت منه إخراج كيس حبوب من المطمورة قبل أن تعمد إلى رمي 5 أكياس فوقه الشيء اللي تسبب مصرع وخنقنا هضرت معاهم قال لي بلي راه ما جاش عاد شوية عيطوا لي قال لي راه لقينا الباب ميت اللي راه مشاو هاد الجوندار قال لهم حلوا المطموره فاش حلوها لقاو ميت شتي اللي قالوا لي مشاو هاد الجوندار احنا ميات كلهم ما عارفين العلاقه نوبه تمشي عندنا فقعانه نوبه تمشي مصوطه نوبه تمشي
نوبه نمشي مصوطه، نوبه نمشي فقعانه، نوبه نمشي كنخاصمو عليها نقول لها سيري صبري سيري صبري سيري صبري. كتمشي مصوطه مدندغه ما فهميتش. ونبقاو في جرائم القتل اللي وقعوا في سنه 2019. قامت زوجه ثانيه برمي الزوج ديالها اللي كان كيشتغل تاشرون من الشرجم بمساعده شي رجال بدم بارد، وعائلته كيقولوا باللي هاد الزوجه دارت هاد الجريمه بسبب الطمع. اختي هاد المراه قتلت لي راجلي، كيبغي يجي عندي ما كتخليش 14 عام ما خلاتوش يجي عندي. نهار في ما كيبغي يجي عندي اختي راه كنخاف. نهار بغى نهار مات صعيط علينا الجيران قال لك راه شداته ولاحته من الفوق. قال لي مشي عندو السبيطار قال لك راه شدتني. قال لك انا جيت قال لك من مراكش وغسلت لي رجليا، قالت لي اجلك خانزين وغسلت لي رجليا ونعس. قال لك توقفوا عليا اربعه وكنقول لها شكون هما هادوك. قال لك نصحابنا غير بغطاط. قال لك توقفوا عليا قال لك وكتفوني قال لك ولاحوني قال لك. ونختموا الكابسول ديالنا بواقعه خلت مجموعه من علامات الاستفهام في اذهان المغاربه من بعد ما رمات ام اطفالها ثلاثه من سطح عمارة بمنطقة أنسي بالدار البيضاء بسبب خلافات بينها وبين الزوج ديالها والأم ديالو. المحكمة قررت تأخير الملف إلى جلسة 16 مارس الجاري من أجل المرافعة. أشنو بان لكم؟ واش تقدر تتابع المحكمة بتهمة محاولة القتل العمد؟ راه السيدة راه بعقلها، يعني راه ضروري بينو وبين راجلها، ضروري من السماء بينو وبين راجلها. الظروف اللي عايشه فيها ماشي شي وحده اللي مطلوقه ولا شي وحده كتنسجم مع العيالات ولا هادي وكتهضر مع العيالات وكتخرج مع العيالات. السيده راه ماشي جات ودارت هذيك الحاله، السيده راه عامره وصلت لبلاه. كتقول لي انا ما عنديش مي، انا مربياني عمتي. ما هي ملي يجمعوا، ما هي ملي خرجوا للزنقه، ما هي اللي تخرج بلا شوار، ما هي اللي تخاسم. الجيران ما كيعرفوهاش واش كاينه ولا ما كايناش. تلحقوا عليا الناس الخدمه. جري الزهرة جري الزهرة كتير مش كدير مرت ولدك لحد الدراري من السطح. ما عقلتش على راسي، ما عقلتش بنيتي على راسي، ما عقلتش على راسي كيفاش وصلت لك. طليت من الزنقة لحيت الخدمة عديها هنا قريبة طليت، بانت لي الزنقة متقوبة بنادم من هاد الشيء ولهاد الشيء. شدوني ما خلونيش الحق لقيت الوليدات شدتهم شد سيف الدين والاخر بان لي من الجردة لهيه شدوني ما تلوش خلوني الحق ليه. ما بغيتهاش تمشي للحبس وهاد الشيء اللي فيه دابا ما بغيتوش ليها. إن مرت ولدي وبنتي. ما يمكنش هاد المرأة، ما يمكنش مسكينة غادية تطلح ولادها، لا تعقل، مرة تطلح ولادها راه لا تعقل، راه حنا بقات فينا ديك السيدة، كاين شي مشكل علاش لاحت ولادها؟ الله اللي كيعلم بها، الله اللي كيعلم بها، ماشي حنا، الله اللي كيعلم بها.